اروح معاك للدوري الانجليزي. وبالمناسبه لو عملنا مقارنه اي فتره، انت لعبت في اثنين من اهم الدوريات واكبر الدوريات على مستوى العالم، الاثنين برضو من اكبر الانديه، سواء الباين في البوندسليجا او سواء الارسنال في البريمير ليج. ايه الفتره القريبه من قلب لوكاس بودولسكي؟ ايه الفتره اللي حسيت فيها انها قمه التالق او التوهج ليه في الملاعب؟ أعتقد عندما كنت مع الأرسنال كانت فكرة توهجي، هناك الليغا مختلفة، هي الأفضل في العالم، هي وعندما تحدث عن وقتي مع الأرسنال كانت التيمبو والسرعة عالية. طبعا يختلف البريمير ليج عن البوندسليغا في القوة والسرعة. عندما كنت مع أرسن فينجر أو كان مدربي وكان يلعب كرة هجومية، وكان هناك فرص كثيرة وصناعة فرص كثيرة، وكنت أحرز أهداف كثيرة. هذه الطريقة من اللعب الهجومي عجبني جدا، وكنت معجب بذلك، وكنت متأقلم في هذه المنظومة مع أرسن فينجر وهذه الطريقة الهجومية، وأحرزت أهداف كثيرة. هذه عندما أقارن ذلك بالبوندسليغا، لا طبعا هناك فارق كبير، الأرسنال هو الأفضل. أرسن فينجر واحد من الاساطير اللي اشتغلت في الدوري الانجليزي، وبالتاكيد ما حدش يختلف انه صنع انجازات وبطولات كتيره جدا للارسنال. هل بتشوف انه طريقه رحيله من الارسنال ما كانتش مناسبه لحجم عطائه او لتاريخه، وانه كان يستحق افضل من كده؟ نعم أعتقد ذلك. عندما ننظر إلى الأرسنال في الوقت الحالي فنرى أنه فعلا ينقصه مدرب مثل أرسن فينجر، فريق كبير لديه استاد كبير، جمهور، قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم. أرسن فينجر كان مدرب مهم جدا للأرسنال، وأتمنى أن أرتيتا أيضا بدعم كبير، اعتقد ذلك، وسوف يظهر بشكل كبير في الشامبيونز ليج. ارتيتا هو مدرب ايضا مهم، واعتقد قد يكون هو خليفه لارسن فينجر، واتمنى طبعا ان يعوض وجود ارسن فينجر. ولكن ارسن فينجر مدرب اسطوري، رحيله كان صعب وفجوه كبيره للارسنال. توقعاتك للارسنال السنه دي؟ قدم موسم رائع الحقيقه بشهاده الجميع بشكل كبير جدا تحت قيادة أرتيتا، عمل ميركاتو البعض بيصفه على أنه هو الأقوى على مستوى الدوري الإنجليزي. إزاي بتشوف أرسنال في المنافسة على لقب البريمير ليج، وأيضا حظوظه لأن اسم الأرسنال أبدا من المنافسة أيضا في بطولة الشامبيونز ليج؟ نعم، بالتأكيد هو أعتقد سوف يقدم نفس الأداء مثل الموسم الماضي. بوندسليغا بايرن ميونخ هو دائما هو الأول، حتى منذ 10 سنوات البايرن يهيمن ويسيطر على كل البطولات في البوندسليغا، وهذا مختلف تماما عندما ننظر للبريمير ليج. فأعتقد أنه صعب الهيمنة والسيطرة، ولكن أتمنى وأعتقد أن الأرسنال سوف يرجع بقوة، وسوف دائما يصبح في المقدمة، وسوف وأعتقد من أرتيتا قد ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي لهذا العام. أتمنى لهم التوفيق، وأؤمن بهم، وأؤمن بأرتيتا، وأؤمن بهذه المنظومة، بهؤلاء اللاعبين. وأتمنى لأصدقائي الذين ما زالوا يلعبون مع الأرسنال، أتمنى لهم كل التوفيق، وأتمنى أنهم يحرزوا اللقب لهذا العام.